مباراة برشلونة ورايو فايكانو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل تطبيق زر لايك واشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضاف لهذه المباراة ملعب سبوتيفاي كامب ناو. أما بالنسبة لتوقيت هذه المباراة سوف يكون في الساعة 8 مساء بكل من توقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 9 بتوقيت القاهرة، والساعة 10 بكل من توقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة قناة بين سبورت وحيد الناقل الحصري لهذه المباراة، تجدون البث في صندوق الوصف. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصة الجرس على الكل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة وفريقك المفضل بالأخص. ونضرب لكم موعد في موعد قادم.